حبايب الخير، مساكم الله بالخير. كوني اليوم في حديقة تجمع، حبيت أنوه على نقطة اللي هي النظافة. طبعا الحمد لله في الحديقة النظافة موجودة، كون في إيش في عمالة جالسة تنظف، لكن أتكلم على وجودنا مثلا لا طلعنا البر، لا طلعنا الوديان، لا طلعنا نتمشى. ليش نأثر على الطبيعة خاصة في بلدنا ونحوسها بهذه الأكياس وهذه المخلفات اللي أصلاً تخلي منظر المكان سيء، وتخلي كمان تشوه البيئة وتحوس الدنيا، لو ناس يجونك يتحطب ويكسر لك الشجرة اللي المفروض كنا نجلس تحته. جماعة الخير، عندي أصدقاء جالسين الآن بعمل تطوعي الله يجزاهم خير، كل يوم يطلعون جروب ويأخذون عمالة وبجهودات شخصية، ويطلعون كل يوم ينظفون وادي ولا ينظفون مكان من اليوم الشباب الله يبيض وجيهم في هذا اليوم أرسلوا لي بعض المقاطع عن كمية المخلفات الموجودة في هذا الوادي اللي طلعوه اليوم. والله يا جماعة الخير إنه شيء يحزن. هذا بلدنا يا جماعة الخير، وإحنا دين الإسلام يحثنا على النظافة، وعلى نترك المكان بعد ما تقوم منه نظيف ويجي يستفيد منه شخص آخر. يعني أنا قبل سنة أو سنتين جيت الثمامة صراحة وخدت معي عيالي الأخرى على أساس أبغاهم يشوفون البر، وشوف البر وكذا. والله يا جماعة الخير للأمان إني طلعت إن تكرمون كل علب موية وعصيرات وكذا، ما فقد البر جماله. هو بر في الثمامة، ثمامة كاملة صح، أنا كان واحد يتمتع بشوفة البر والتراب، فعليا فقد الجمال. ليش صار كل عصيرات ومخلفات؟ يجي الواحد يشرب عصير يطشه يا اخي ادبيا. الله يجزاك خير ويجزاني. اول شيء انا نفسي انا انصح نفسي واخواني الصغار، وكل واحد انصح اخواني ونفسي، كل واحد تروح حديقه انت واطفالك انت واصدقائك الشباب، يا اخي مخلفاتك هذه شيلها حطها في كيس، حتى لا تحرقها تولع وتحس الدنيا وتحس العالم بالريح الدخان وثاني اكسيد الكربون. حطها في كيس اقرب نفايات محل نفايات. الدوله ما قصرت، وفرت عندنا عمالة ومحلات زبالة تكرم ونفايات في كل حط فيها العدل حقك ويذ الله وجه. والله يجزاكم خير. بنزل لكم صور اللي نزلوها اليوم أصحابي النظافة اللي سووها، شيء رهيب. يمكن 30 كيس ولا 40 كيس زبالة بس كذا في الوادي. جمعنا خير والله حرام. سأل الله أن يرزقني وإياكم يعطينا وإياكم الصحة. شكرا لكم. مرحبا أبو أميرة. الآن الطاقم أعطينا برايك تحت الشجرة الطلحة هذه. شتاء عدم الحطب الجائر. شوف هذا، شوف الناس تستظل منها والطير وعزك الله الحيوان والحمد لله. طبعا كل هذه راح تنظف طبعا، بس هذا الحين الغداء. طبعا الحمد لله نحاول ننظف قدر الإمكان هذه الأكياس. طبعا إن شاء الله قبل المغرب ان شاء الله نرسل لكم تقرير باذن الله تعالى. الله يبارك في الجهود. كنت بقول بالله عليكم يا شباب اتطوعوا وروحوا نظفوا مع الشباب وكذا. لا ما ادري من المتطوعين، المتطوعين دول مشكله. اتطوع في نفسك واهتم على نظافة محلك انت، كل واحد يتطوع مع نفسه وبينه وبين اخوانه. بيض الله وجيهكم ويجزاكم خير.